تمنينا لو كان جيتو في البداية الموسم الرياضي باش نطرحو لكم المشاكل وكذا، لكن الآن احنا مركزين على المقابلة النهائية تاع إن شاء الله اللي نحقو الصعود. المشاكل كما شفتوها تاع الملعب، رغم ذلك رغم نقص الإمكانيات الفئات الصغرى راهي تتصدر المجموعات، الفريق الأكبر راه يلعب على الصعود إن شاء الله يوم الجمعة. نطلب من الجمهور يساند الفريق تاع من آخر دقيقة، ونترحم على الناس اللي تعبوا على هذا الفريق سواء الرياضيين أو مسؤولين والناس اللي دعمتنا من قبل. رغم أن الإمكانيات قليلة جدا، رانا نلعبوا الأدوار الأولى، والشكر يرجع للاعبين والمسيرين تاع الفريق، وبالأخص المدرب واللاعبين هما اللي راهم يديروا هذا. اما لما تكون النتيجه الناس كاع تجي تبين روحها باللي رانا هنا. حنا نحوسوا الناس يشوفونا في وقت المشاكل قبل ما نبداو المباراه، قبل ما نبداو. اما كما تكون النتيجه ويجوا الناس كاع يقولوا رانا هنا، نهار ما يكفيش. الفريق هذا لازم له دعم مستمر، وهذو الشباب اللي خليناهم احنا راحوا يروحوا للمخدرات، احنا رانا نسعاو باش الشباب هذا يجي للرياضه. الناس هادو يعطوا الالتفاته لاولادهم، الرياضه يصح. احنا رانا نغم الامكانيات، الفئات الشبانيه راهي تلعب الادوار الاولى. تجي تخيل في دماغك نروحوا نلعبوا في ولاد شبل على 17 صباح، نديو احنا عندنا ملعب غير هذه ما يتقبلها حتى واحد. جدار عنده عام ونص هو مكسر، جدار تاع 60 متر ما قدرت لا السلطات المحليه لا الولائيه لا مديريه الشباب الرياضه تعطينا اعانه. هذا الصور ماشي لي انايا، لا للشبان. ونتمنى ان شاء الله يسمعونا، والموسم الجاي ان شاء الله يكون الملعب جاهز لاولادنا، لاخاطرش ولادنا لما دارش رياضه يروحوا للمخدرات. وما تنساوش باللي المخدرات راها دايره حاله في كل كارتي، ماشي غير في سويدانيا، بارتو. حنا ماذا بينا اللي يدير الاتليتيزم يجي، اللي يدير الفوتبال يجي، اللي يحب يلعب كره الحديديه يجي، باش الشباب هذا ما يروحش يضيع لنا. الا خليناه نحو الرياضه وين يروح؟ ما عندنا سال دو سينما، ما عندنا سال دو تياتر، ما عندنا ترونسبور يروحوا البلديات واحد اخرين يستمتعوا، ويزيد الملعب ما كاش يسمى هذا. وين خلينا لهم؟ خلينا مخرج واحد هو المخدرات. وان شاء الله نتمنى من السلطات العليا والسلطات المحليه والناس اللي عندها غير على هذه البلديه يديروا اليد في اليد باش ينجح هذا الفريق وينجحوا ثاني كولادهم. وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحه.